أرحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. حاجة مشجعة إن نشوف ناس كتير بتواظب معانا على هذه المدرسة وبتكتب وبتجاوب وبتبعت وبترسلنا، وبشجعك إنك تستمر في هذه المدرسة تلميذ زي ما اتفقنا مدى الحياة. في الحلقة الماضية ابتدينا باب جديد، فصل جديد من هذه الدراسة عن مبادئ العلاقة مع الله. أنا بعرف الله، بعرف نفسي، بعرف المسيح مخلص ورب لحياتي، بختبر الموت والقيامة مع المسيح، بمتلئ بالروح القدس عشان أعيش بقوته مش بقوتي، عشان أعيش دعوته وإرادته في حياتي. الفصل ده بنتكلم عن ثلاث مبادئ أساسية وضعها الكتاب لممارسة العلاقة، مش هم ممارسة العلاقة، عشان أعرف أمارس العلاقة من أعلى مستوى بأفضل صورة ممكنة. وتكلمنا إن الثلاثة دول هم الإيمان والرجاء والمحبة، وقلنا اللي بيجمع الثلاثة دول مع بعض شخص ربنا يسوع المسيح. اسمحوا لي في الحلقة دي نبتدي المبدأ الأول ناخده باستفاضة شديدة ونركز عليه، وهو الإيمان زي ما موجود على الشاشة بتاعتنا. في فصل الإيمان زي ما اتفقنا دايما ان بنحاول دايما نعرف يعني ايه. الكتاب بيتكلم كتير جدا عن الإيمان بالذات في العهد الجديد، واعطى للكلمة دي مكانة خاصة وشديدة جدا. سفر العبرانيين اصحاح 11 اصحاح كامل بنسميه اصحاح الإيمان، وفي الدراسة بتاعتنا هنرجع له كتير قوي، فحطينه عنوان في البداية بتاعة الدراسة بتاعتنا. السؤال الأولاني، يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إيه الإيمان؟ قلنا هو شرط العلاقة مع الله، لكن يعني إيه الإيمان؟ الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذي، يعني إيه يؤمن؟ يعني إيه يؤمن؟ زي ما اتعودنا بنروح نسأل أصدقائنا وأحبائنا الكلمة دي تعني إيه وما تعنيش إيه؟ المفهوم الدارج عند الناس إيه؟ وهنرجع، خلي بالكم لازم تكونوا مستعدين انتوا كمان، مش هم بس اننا نجاوب على السؤال دوت. خلينا نروح نسمعهم بعد نرجع مع بعض. مجد المسيح. ايه تعريف الايمان بالنسبة لك؟ الايمان هو حاجة بالنسبة لي يعتبر واقعية شوية اكتر من ان انت بتفكر بفكر يعني واسع اكتر ناحية ربنا، زاد ان انت برضك بتحس احاسيس مختلفه. الايمان ان انا اصدق او ان انا اعرف اشوف، يعني الايمان هو الثقه بما يرجى، والايمان والايقان بما لا ترى. ان انا اكون مصدق في حاجه انا مش يعني ما حصلتش، او يعني مصدق في حاجه ما شفتهاش بعيني لكن مصدق انها هتحصل. الايمان هو ان نؤمن بحاجه، نقتنع بحاجه، تكون بفكر معين او بحاجه معينه جوانا نبقى مقتنعين جوانا بيها. يعني مكتوب ان الايمان هو ان انا اثق بحاجات لا ترى. الايمان مش ايه؟ ايه حاجات ناس فاهمها غلط عن الايمان؟ الناس فاهمه ان الايمان احيانا يعني منظر، شكل يحيى قدامك ان الشخص ده مؤمن، احيانا بيحسوا ان يعني من الشخص ان هو فكره واسلوبه هو ده الايمان بتاعه. الايمان مش ايه؟ الايمان مش ايه؟ الايمان الايمان مش ايه؟ مش عارف. مش ايه؟ يعني مش مجرد احساس وخلاص. الايمان والشجاعة ايه علاقتهم ببعض؟ الإيمان أحيانا بيدي شجاعة، علاقتهم ببعض يعني مش قادر أفهم، يعني مفيش من ناحيتي أي حاجة، مش جايبين أي حاجة علاقة ببعض أوي. يعني الإيمان والشجاعة، ينفع أكون عندي إيمان وجبان؟ لا طبعا، أنا لازم يكون عندي إيمان وعندي شجاعة يعني أقدر أواجه لقصادي. ينفع أكون عندي إيمان وأنا جبان؟ لأن أنا ممكن اكون خايف من حاجه لكن مصدق ان دي ممكن تحصل فعلا.
لا هو جبان، يعني بمعنى ايه جبان؟ في مواقف معينة يعني ببقى خايف مثلا، او هو طبعا ابليس اكيد في وقت معين بيبقى متدخل في حياتنا واحيان بيزعزعنا، بس لو حاطين ربنا قدامنا في حياتنا وفي تصرفاتنا نحس انه في حاجة مسنودين عليها يعني فلا حتة ان انا ابقى جبان وحاسس ان ربنا معايا، لا طبعا ما يجوش مع بعض. الايمان في العقل ولا في القلب؟ احساس ولا قرار؟ لا احساس او العقل ولا القلب، هو احساس شوية، انا احس بربنا وامن باللي قدامي يعني. مجدس المسيح. ايه هو الايمان؟ ايه اللي مش هو الايمان؟ ايه عكس الايمان؟ الايمان والخوف حاجتين متناقضتين ولا ممكن يجوا مع بعض؟ الايمان احساس، مشاعر، كلمه عايمه صح؟ كلمه عايمه قوي وليها معاني متسعه جدا. المعنى الاول اللي ناس كتير بتتكلم عنه ان الايمان لا يتماشى مع المنطق العقلي، فالايمان ومنطق العقل ما يجوش مع بعض، فربنا ما عرفهوش بالعقل، ربنا ما عرفهوش بايه؟ بالعقل. ايه رايكم؟ صح؟ طيب نديله مايك ونسمع كده. عبارة صح ولا غلط؟ لا هو العبارة غلط. غلط. ايه الصح؟ الصح ان ربنا ما عرفوش بالعقل. ما عرفوش بالعقل. اه. فالعقل والايمان ما يجوش مع بعض. هو الايمان موجود علشان يكسر كل قواعد العقل. الايمان يكسر كل قواعد العقل. طيب مين موافق ومين مختلف؟ مين اتخانق معاه؟ انا مختلفه. مختلفه اه، لانه الايمان مع العقل، لكن هو الايمان عكس العيان. العقل بيقول ان الله موجود، فالايمان مش عكسه العقل. لا مش الايمان عكسه العيان. طب هو بيقول عكسه العقل، تقولي له ايه؟ لا طبعا. تقولي له لا طبعا، يبقى انا مش بني ادمه. تقول لها ايه؟ ما تسيبهاش. لا هو انا قصدي ان لو في قواعد معينه محطوطه في علوم في اي حاجه، الحاجات دي ممكن تكسريها بايمانك. يعني الايمان، يعني الايمان ضد القوانين الطبيعيه. يعني لو بالايمان عايزه تعملي حاجه ضد القوانين الطبيعيه هتحصل. فالايمان اعلى من القوانين. اه لكن القوانين ضده. لا مش ضده. انا شايفه انه الايمان ضد، يعني مش قانون بيقول كده. انا شايفه ان الايمان ممكن يتخطى القوانين. يعني هو قال انه لو انا عندي ايمان قوي انا اقدر انقل الجبال كويس، وانه القوانين بتقول انه ما ينفعش الجبال ما يتنقلش. وشايفه كمان انه فاذا الايمان والمنطق العقلي والقوانين ما يمشوش مع بعض. لا في كمان انا مش فاكره الايه بالظبط. يعني يمشوا ولا ما يمشوش؟ لا يمشوا. يمشوا. هو قال كمان انه اقنعني فاقتنعت. يعني طيب يبقى ايه بقى دلوقتي؟ نعمل ايه دلوقتي عندنا حيصة ما نعرف بيها الا ربنا، فنعمل ايه؟ ايوه انا شايف ان هي الايمان موصل لبعضه. يعني ان انا لو فهمت ان انا ممكن اصدق ان ممكن انقل الجبل ده، بس ده انا لو عندي ايمان. يعني وانا ما عنديش ايمان هضطر اؤمن بالقوانين الطبيعيه. خلي بالكوا من القضية اللي احنا بنفتحها دي، لأنها قضية كبيرة جدا. هل العقل والإيمان نقيض لا تلتقي ولا يقدروا يلتقوا؟ هل الإيمان والقوانين حاجتين متضادين ولا واحدة فيهم أوسع من التانية وتحتوي الأخرى وأوسع منها في إيه؟ وتناقض مبادئها ولا بالعكس تتفق مع قوانينها ومبادئها؟ ده سؤال مهم قوي، وده اللي عايزين نجاوب عليه، وبعدين هنجاوب على سؤال تاني. بس خلينا ناخد النقطة دي وبعدين هنرجع للنقطة التانية اللي سألناها للناس، الإيمان والخوف، الإيمان
ومشاعر الجبن اللي ممكن تصيبني أنا كإنسان. خلينا نقول الأول بعض الآيات بيقول كده: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. إذن الإيمان بالخبر، أني خبر؟ والخبر بكلمة الله. الإيمان العامل بالمحبة، غلطية 5-6. عالم بمن آمنت وموقن أنه يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. كويس، تعريف الإيمان بناء على الآيات ديت. لو حبينا نحط تعريف للإيمان، أول حاجة نقولها في تعريف الإيمان: الإيمان ليس ضد العقل، لكن هو إيه؟ هو المعادلة الكاملة التي بها نفهم الحق ونستقبله، أوسع من القوانين. ليه؟ لأن القوانين اللي وضعها أكبر منها ولا أصغر منها؟ أكبر. اللي وضع حاجة أكبر منها. واتفقنا في حكم الله الأدبي، الله وضع قوانين طبيعية، وضع قوانين بيولوجية، وضع قوانين حرية الإنسان، هو بيحترم القوانين ديت، مظبوط؟ لكن الله في قدرته يقدر يعمل حاجات فوق القوانين ديت، مظبوط؟ لأنه هو القادر على إيه؟ على كل شيء. ما اقدرش امشي على الميه، اقدر اعوم في الميه بحسب قانون الطفو بتاع ارشميدس، بس ما اقدرش امشي على الميه لان الكثافه النوعيه بتاعتي وانا ماشي على الميه ما تسمحليش اني امشي على الميه. المسيح مشي على الميه، ده ايمان ضد العقل. لا، مش ضد العقل. ليه؟ لان هو رب الطبيعه، اقام ميت بعد 4 ايام، ده ضد العقل. لا، ده مش ضد العقل، لان اللي بيعمل كده مش انسان. لو بيعمل كده انسان هقول يبقى ده ضد الايه؟ العقل. واحد بقدرات إنسانية بيعمل حاجات خارج قدرات الإنسانية، لكن واحد قدراته إلهية فبيعمل حاجات فوق القدرات الإنسانية، يبقى ده مش عقل، يبقى ده مش منطق. عشان كده بنقول ده المعادلة الإيه؟ الكاملة. إن المحدود يصنع أمور محدودة، والغير محدود يعمل إيه؟ يستطيع أن يصنع أمور غير محدودة. غير المستطاع عند الناس، مستطاع عند مين؟ عند الله. هو ده ما يخشش العقل؟ يخش العقل. ليه؟ لأن ربنا على كل شيء إيه؟ قدير. لا يعصر عليه أمر. الرب القادر على كل شيء. ليه؟ لأن زي ما درسنا في شخصية الله، الله إنفينيت، الله إيه؟ غير محدود. صنع السماوات وسمى السماوات. يقدر يطربقها زي ما عمل ايه؟ زي ما صنعها. اللي صنعها يقدر يطربقها، بس اللي ما عملهاش ما يقدرش ايه؟ يغيرها. فهمتوني عايز اقول ايه؟ فاذا الايمان مش ضد العقل، مش ضد المنطق، بالعكس ده احنا بنفهم بيه، وزي ما هناخد بعد شوية. هو المعادلة الكاملة اللي بتدخل ربنا معادلة الحياة، ان المحدود يصنع امور محدودة، وغير المحدود يستطيع أن يصنع أمور إيه؟ غير محدودة. بس فهي معادلة كاملة دخلت ربنا في معادلة الحياة، لأن الإيمان زي ما هناخد بؤمن بربنا، بؤمن بالخليقة، وبؤمن بإيه كمان؟ وبخالقها، بؤمن بالمصنوع، وبؤمن بكمان بإيه؟ بصنيعها. فالإيمان معادلة كاملة ليست ضد العقل. أمال إيه؟ خلي بالكوا مفيش آية واحدة في الكتاب بتقول إن الإيمان ضد العقل، ولا آية، مع إن ده الدارج بقى عند الناس، دارج دايما عند الناس. يا عم ربنا ما عرفوش بالعقل. لا، إحنا بقى بنقول ربنا عرفوه بالعقل. مفيش آية بتناقض العقل مع الإيمان. أمال الآيات كلها بتناقض إيه؟ بتناقض الإيمان مع العيان. كل الآيات، بصوا الآيات كلها هتقول إيه. عبرانيين 11:1 أول الأصحاح ده: الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور إيه؟ لا ترى. حاجة ما حصلتش وحاجة ما تتشافش، ده الإيمان. فضده العيان. بص الآية الثانية دي، كورنثوس الثانية 5:7: لأننا بالإيمان نسلك لا بالمنطق، لا بالعيان، لا بالعيان. بص الآية دي كمان، قال لها يسوع، فاكرين عند قبر العازر: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟
مش إن رأيت تؤمنين، إن رأيت تؤمنين ما يبقاش إيمان، صح؟ يبقى اسمه عيان. لكن إن آمنت بدون أن تري يحصل إيه؟ ترين. الله، يعني الإيمان اللي وأنا مش شايف يخليني أشوف. أنا مش مؤمن لأني شايف، لكن لأني مؤمن هيحصل إيه؟ هشوف. فدايما الإيمان عكس العيان، عكس العيان. العيان ما اسموش إيمان. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت. هو ده يبقى اسمه إيمان ده يا توما؟ هو قال إذا ما شفتش أثر المسامير في إيديه وحطيت إيدي في أثر الحربة في جنب، أنا مش هصدق إن المسيح قام. المسيح قام وبعدين قال له: تعال تعال، حط إيدك، حط إيدك يا توما، حط ايدك يا توم، حط ايدك يا توم. لأنك رأيتني يا توم آمنت. بص العبارة: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. بص كل الآيات بتحط الإيمان والعيان في نقيض، مش بتحط الإيمان والمنطق في نقيض، بالعكس بالعكس. إذن الإيمان ليس ضد المنطق، لكن الإيمان ضد العيان. حقيقة التالتة اللي عندنا هنا في تعريف الإيمان: الإيمان ليس مجرد تصديق، بل هو حياة وسلوك. الإيمان مش مجرد أصدق. الإيمان ثقة وإيه؟ وإيقان. إيه الفرق بين ثقة وإيقان وتصديق؟ أنت قلت لي خبر وأنا صدقته، يبقى أنا آمنت؟ لا، الإيمان مش مجرد تصديق. التصديق دي قبل ما أدخل في الموضوع. الإيمان مش مجرد تصديق، الإيمان ثقة ويقين بالحقيقة، ثقة ويقين بالحقيقة. وهنا قضية بقى الخوف، وهنا قضية الخوف. يعني أنا لو خايف أبقى مش مؤمن، ولا ممكن وأنا خايف أبقى مؤمن؟ فهمتوني؟ عايزين نشرح الحكاية دي بطريقة عملية. هنلعب لعبة تورينا الفكرة ديت. هل أقدر وأنا خايف أصدق، ولا مدام أنا خايف أبقى إيه؟ مش مصدق. أنا جبان يبقى أنا مش مؤمن، ولا ينفع وأنا جبان أعمل إيه؟ أبقى مؤمن. ها؟ هنلعب لعبة مع بعضينا، ها؟ تبين الفكرة ديت وتشرح الموقف بشكل واضح. أوكي؟ بتاعتنا يمكن ناس منكم لعبوها قبل كده. كم واحد ما لعبش اللعبه دي ابدا، اللي هي التراست فول، انك تقع حته واحده زي اللوح. قصدي يعني كم واحد ما لعبش اللعبه ديت؟ كم واحد اللعبه ديت لعبتها؟ لا ما لعبتهاش. ناس كتير قوي ما لعبتهاش. اوكي، هنلعبها اولاد وبعدين هنلعبها بنات، وهنستخدم بعض المشاهدين اللي من وراء الكواليس عشان يساعدونا في اللعبه ديت. عايزين الاول نلعبها اولاد. عايزين ممكن تيجي؟ تعال اطلع. عايزين حد جدع كده يجي يمسك الكرسي ده من ورا. تعال اقعد على الكنبه، اقعد على الكنبه، امسك لي الكرسي ده كويس قوي. لا مني، انا من تحت هنا احسن. ثانك يو. بس كده. اوكي، عايزين أبضيات. تعالى 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 دي واحدة. تعالى تعالى شباب، سرعة سرعة. أدي اتنين حلوين كده، قرب قرب منه. أيوة كده. عايزين لا أبضيات، عايزين أبضيات. تعالى فادي، تعالى شباب. لف يمينة، لف لف، دينا بقى ظهرك. هتعمل ايه يا مينا؟ اسمعني كويس مينا، هتمسك ايدك كده، امسك معايا، امسك ايدك كده. ايوه، لفها كده. ايوه، ضمها في صدرك قوي. خلاص يا مينا، خلاص. المطلوب منك لما نقول لك ارمي روحك، انت كده حته واحده تروح رامي روحك لورا. الموضوع انك هتثق الناس دي هتشيلك ولا هتخونك.
اوعى تثني جسمك وانت بتقع، اوعى تفرد ايديك هتعورهم. عشان كده هتعمل كده، اعمل معايا لف كده، لف كده، ايوه تمام كده. جسمك لازم يبقى حته واحده وهو بيقع، حته واحده. عارف 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 لوح اللطزان؟ عايزينه ينزل حته واحده. خلاص ماشي يا مينا. طيب هما بقى هنحطوا ايديهم كده كده، انترلوكينج انترلوكينج. لا لا ما تمسكوش في ايدين بعض، ما تمسكوش في ايدين بعض كده كده كده. لا كده وكده، ايوه كده، تعالى كده تعالى كده، ايوه تعالى كده تعالى كده تعالى كده تعالى كده. خلي بالكوا هو هينزل، انتوا هتشيلوه، ها انتوا هتشيلوه. هنحتاج اتنين في الاخر تانيين طويل، واحد هنا تاني. اوكي نادر هنا. مينا مينا انت خايف؟ قلبك بيدق؟ سكت كان بيدق صح كده؟ طيب هنعد. رجاله جامد يا رجاله، عينيكوا راسكوا لورا كده وباصين عليه. لا باصين عليه، راسك لورا باصص عليه. يلا مينا، واحد اتنين ثلاثة، حتة واحدة حتة واحدة حتة واحدة. مينا كنت خايف؟ اكيد اه طبعا. اه ايه اللي خلاك ترمي روحك رغم انك خايف؟ ان انا واثق في الناس اللي تحتي. انهم ايه؟ انهم هيشيلوني. انهم هيشيلوك. هم يقدروا يشيلوك اه لو عايزين. اه ولو مش عايزين هيسيبوني. لو سابوك هتقع، ولما تقع على راسك هيحصل لك ايه؟ هموت. هتموت. وبرغم كده رميت روحك صح؟ مظبوط مظبوط. اشكرك اتفضل. تعالي 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 اطلعي. عايزين ثمان بنات اتفضلوا. جامد بقى جامد قوي، واخدين بالكم؟ ايدك بقى كده، ايدك كده لفيها كده، ايوه 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 لفيها كده، لفي ظهرك بقى، ادينا ظهرك يعني على انزلي على الحافه بقى كده شويه. اوعي بقى امسكي بقى، امسكي نفسك، ايوه تاني. لا لا العكس، ايوه كده، ايوه ايوه ايوه. خديها على صدرك بقى، تمام برافو. اوعي تتني رجلك وانت بتقعي، ها خلي بالك. ها انت انت خايفة؟ اه قوي. ها اول ما نعد تلاتة، لا بصي قدام بقى، انت بصي قدام. اول ما نعد تلاتة حتة واحدة، اوعي تتني رجلك، اوعي تتني ده، اوعي تتنيه. ها يلا، واحد اتنين، لا ما تبصيش لورا، واحد اتنين تلاتة حتة واحدة، لا واحد اتنين تلاتة، يلا هوب هوب هوب، برافو. تعالي 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 تعالي. دي ركابة سايبة. تعالي تعالي، ايوه ايوه ايوه. مارو كنتي خايفة وانتي فوق؟ هو انا قبل ما ادخل اصلا كنت عاملة فيها شجاعة قوي وكنت صغيرة. ايوه بس اول ما حطيت رجلي هنا بالظبط حسيت ان جسمي كله بيترعس يعني. يعني كنت خايفه قوي او 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 يعني على الاخر اصلا انت لسه خايفه اصلا من الوقت ده. كويس، برغم انك خايفه رميتي روحك ليه؟ كنت مضطره. عليكي فلوس مثلا؟ لا عشان ابقى قد كلمتي، انا قلت انا هرمي نفسي. طيب حصل لك حاجه؟ لا كويس. ليه؟ هما طلعوا جدعان. استجدعوا معايا ما استندلوش. كان ممكن يستندلوا طبعا. كان زمانك فين دلوقتي؟ تحت المرتبه او في المستشفى صح كده؟ اه زين. دي اياد ثانك يو.
افتكر اللعبة دي توضح قوي البند اللي احنا حاطينه دوت. الايمان مش مجرد تصديق. لو انا واقف على الكرسي ومصدق انكم مش هتخنوني، مصدق بس ما رميتش روحي، ابقى انا بثق فيكم؟ لا. طب انا خايف ولا مش خايف؟ بترعش ولا لا؟ رعديد ولا لا؟ لكن اقدر ارمي نفسي. الايمان مش شجاعة. الايمان مش عدم خوف. انا اقدر ابقى خايف ومصدق، اقدر ابقى خايف وارمي نفسي على اذرع الابديه التي تحملني لاني عندي ثقه فيه. لو ما رميتش روحي ابقى انا مش مصدق. الفكره دي جايبينها منين؟ نفس فكره قاعده ارشميدس. كويس، انا بالعقل ارشميدس قال لنا اذا غمر جسم في سائل فانه يلقى دفعا من اسفل الى اعلى، وهذا الدفع يساوي حجم الماء المزاح. مظبوط. طيب انا يا انسان لو رميت نفسي في الميه شكلي اتقل من الميه، لكن بناء على قاعده ارشميدس الكثافه النوعيه بتاعت جسمي اكتر اقل من الكثافه النوعيه بتاعت الميه، فالميه تشيلني. مظبوط مظبوط. اذا انا وقفت على حافه الميه ولبست المايوه بتاعي وحطيت الفوطه وحطيت كل حاجه وقعدت اقول الميه انا اقدر اعوم؟ طبعا لو رميت روحي اعوم طبعا. نصدق ارشميدس قالها، وبعدين ناس كتير عماله تعوم، البواخر بتعوم. انا مش هعوم؟ طبعا اعوم، بس انا مش هعوم. ابقى انا جبان ولا مش مصدق؟ لا، ابقى انا مش مصدق. الايمان ان يعمل ايه؟ ان بناء على ان دي حقيقه عاقله، قانون حقيقي، ارمي نفسي. لما برمي نفسي في الميه بالكامل وبسيب نفسي للميه، ارمي نفسي حته واحده، عارف هي لو نزلت حطت رجل، لو هي نزلت رجلها ونزل برجلها تعمل ايه؟ تقع. لكن لما بترمي روحها زي اللوح، مظبوط كده، بنشيلها. لما برمي نفسي في الميه زي اللوح، مظبوط، الميه بتعمل ايه؟ تشيلني. لما بحترم القانون زي القانون، القانون بيعمل ايه؟ بيشيلني. لان القانون بيقول كده، اذا غمر جسم في سائل يلقى دفعا من اسفل الى اعلى، وان القوه ديت اكتر من وزن جسمي، اذا هتشيلني. الإيمان مش مجرد تصديق العقل. الإيمان إذا ما خدش خطوة عملية بناء على هذا التصديق يبقى مش إيمان، لأن الإيمان ثقة وإيه؟ ويقين. واليقين بيدفعني أني ألقي بنفسي على ما أؤمن به. بصوا كل الآيات بتقول كده، عمل إيمانكم، زي ما كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت، مذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم. بصوا بيقول إيه كمان، أما البار فبالإيمان يعمل إيه؟ يعيش، يحيا. أنا بالإيمان بحيا، أنا مش بالإيمان بصدق كده وقعد في بيتنا والإيمان ملوش دعوة بحياتي، لا، ده أنا الإيمان بقى هو الحاجة اللي إيه؟ اللي بعيش بيها بقى، وبقى منطق الحياة. فالإيمان بيدفعني للحياة، مش البر. البار بإيمانه يحيا، مش ببره يحيا. فأنا بعيش بالإيمان، أنا مش بعيش ببري. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. مصدق في مين يا إبراهيم؟ مصدق في ربنا اللي دعاني. هو عارف، هو عارف، أنا مصدق فيه. خلي بالكم من الحقيقة الرابعة والأخيرة ديت في تعريف الإيمان. إيماننا المسيحي مش مجرد إيمان بأشياء أو بقوانين، لكن إيمان بشخص، بشخص. فاكرين لما قلنا الإيمان والمحبة والرجاء موضوعهم شخص مش شيء، شخص، شخص الله. أنا بؤمن بيه لأنه هو موضع ثقة، وبؤمن باللي بيقوله لي لأنه صادق ولا يعرف الكذب. فهمتوني؟ فأنا بحط ثقتي في شخص، زي اللعبة اللي لعبناها ديت، حطت ثقتها في إيه؟ في قانون الجاذبية؟ قانون الجاذبية يبطحها. حطت ثقتها في مين؟ في إخواتها. مش هيخون، يقدروا وعايزين، كويس؟ لو ما يقدروش، لو ما يقدروش هقع، مظبوط؟ ولو مش عايزين يشيلوني هعمل ايه؟ هقع، لكن يقدروا وايه؟ وعايزين. فأنا ثقتي في ربنا إن ربنا يقدر وعايز ويعرف، يعرف يعملها. فأنا بثق في شخص أهل للثقة. ده موضوع إيماننا. بصوا الآيات اللي جاية اللي بتقول بالحقيقة ديت. أنا الذي يأتي إلى الله يؤمن بيه.
بان هو موجود وان هو يجازي الذين يطلبونه، ان هو هكلمه هيرد عليا، همد ايدي هيمد ايده، هقترب اليه هقترب اليا، هنفذ الشرط بتاعه هلاقيه، هصدق وانا مش شايف هيحصل ايه؟ هشوف، مش هفضل مش شايف طول عمري، والا تبقى خدعه كبيره جدا. مظبوط؟ انا رميت روحي بس اتكسرت، لا انا هرمي روحي وهو هيعمل ايه؟ هيشيلني هيشيلني وهيحملني. فاهم؟ فانا مش بؤمن قفزه عمياء في الظلام كده وخلاص واللي يحصل يحصل، انا قفزت لكن مش قفزه عمياء في الظلام، قفزه واعيه. لاني بيقول كده بولس، الايه اللي جايه جميله قوي، بيقول لاني عالم بمن امنت، مش بما امنت، بمن امنت. انا مش مؤمن بقضيه، يا ما ناس عندهم قضايا في الحياه، حريه المراه، كينونه الطفل، براءه مش عارف الفن، مش عارف ايه، عنده قضيه بيؤمن بيها، حلو. بس ايماننا المسيحي مش بقضيه، ايماننا المسيحي شخص. عالم بمن امنت وموقن، ثقه وايه وايقان، وموقن انه قادر ويريد ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. ده الايمان بتاعنا، شخص حقيقي. انا عارف انه موجود، انا عارف انه يجازي، انا عارف انه يحب، انا عارف انه امين، فانا بحط ثقتي وبرمي حياتي كوديعه بين ايديه. الحته دي جميله قوي، لان تعريف الايمان ده بيغير مفهومنا خالص. فالايمان مش مجرد مشاعر، خوف او جدعنه او شجاعه. الايمان مش مفيش حاجه داخل عقلي بس مضطر اامن والا ربنا هيزعل مني فهصدق، لا لا خالص، ربنا بيقنعني وبيفهمني بس ما اقدرش اشوف، لان يبقى ما اسموش ايمان، مش كده؟ يقول انا الله لا يرى، فاكرين ما كنا بنتكلم في شخصيه الله، الله روح والله لا يرى. فانا الطريقه للتعامل معاه مش اني اشوفه، طريقه اني اصدق، ولما اصدق اعمل ايه؟ ارى، ارى بعناية دي، لا حرى بعينين ايه؟ بعينين روحي وبعينين قلبي، حرى بعيون الايمان، وهختبر وحرمي روحي وهيحملني وهطلبه، فهعمل ايه؟ فهجده، بس انا هطلبه بايمان فهجده. فاذا قصه متكامله الابعاد تختلف عن الطريقه للناس فهمها عن الايمان. واضح بقول ايه؟ ايه قيمه اللي بنقوله دوت؟ قيمته اذا الايمان مش حاجة مستحيلة وبعدين أقف أقول أنا أصدق إزاي يعني؟ أنا أصدق إزاي؟ يعني إيه اللي خليني أصدق في الدنيا؟ يعني ربنا يطلب مني حاجة غريبة جدا يعني؟ لا، الإيمان ممكن لأي حد. الإيمان بالطريقة دي مؤمن لأي حد. طب أنا خايف، طب أنا هصدق إزاي؟ ملوش دعوة بمشاعرك. الإيمان ليس ضد عقلك ولا علاقة له بمشاعرك. الإيمان قضية تقدر تقتنع بيها، تصدقها، تلقي نفسك عليها تجدها، بس هي مش مجرد قضية، هي أعظم من قضية، هي شخص خلقك وأوجدك، صانع السماوات وخالق الأرض. واضحة الفكرة ديت؟ أسئلة. طب أنا عايزة أتأكد من معلومة بعد كده أسأل سؤال. هو أنا ممكن أكون مأمنة وخايفة صح؟ صح، ده اللي قلناه. طب بس احنا من سنين طويلة بنسمع يعني انا لو خايفة من المستقبل انت قد كده مش مصدقة في ربنا، انا لو خايفة على حياتي هتبقى عاملة ازاي انت مش مأمنة في ربنا، انت لو بتخافي مثلا من حوادث، من عربيات، من ضلمة، من اي حاجة، يبقى انت مش مأمنة في ربنا. ازاي مع بعض؟ كويس قوي. ايه اللي عكس الايمان، الخوف ولا الخوف اللي يمنعني ان ياخد الموقف؟ هي كانت مرعوبة، لو ما رميتش روحها بسبب الرعب تبقى مصدقة؟ لو رمت روحها وهي خايفة يحصل ايه؟ تتشال، يحصل ايه الخوف؟ يروح، مش كده؟ ولو انها حتى بعد ما نزلت كانت لسه ايه؟ كانت لسه بتترعش، مظبوط كده؟ لكن نفس الخوف اللي هي فوق؟ فده اللي بنقوله. اذا الخوف منعني اني اعمل اللي لازم اعمله ابقى انا مصدق؟ اذا الخوف ما منعنيش الخوف يحصل له ايه؟ يروح. فإذا أنا عبدة للخوف وعايشة بيه طول عمري هبقى أنا مش مصدقة، ويبقى الخوف بيمنعني أعمل الصح. لو الخوف ده طبيعي، طبيعي إني هرمي نفسي الرمية دي، طبيعي، بس كمان عاقل إن الناس دي هتشيلني، صح؟ خدتوا بالكم من المعادلة دي؟ الصورة دي بتجاوب على سؤالك، صح؟ أشكرك. السؤال التاني،
ولا ده السؤال؟ اوكي سؤال تاني هايل. بليز ناخد الشاب وبعدين الشابه عشان ولد بنت ولد بنت عشان المستمعين يحسوا بان هم ايوه في حاجه في رجاله هنا في البلد دي. ايوه في حاجه احنا قلناها في الاول ان المحدود بيعمل حاجات محدوده والغير محدود بيعمل حاجات غير محدوده. ثم بطرس مشى على الميه. كويس. مين اللي مشى على الميه؟ ربنا المسيح. كويس قوي. مشي بقدراته ولا بقدره المسيح؟ لو هو نزل يتمشى على الميه لوحده كده هيمشي على الميه ولا لما المسيح قال له تعالى؟ كويس مظبوط. يعني انا مؤمن بربنا وخالق السماء والارض ومؤمن بيه وابنه فقررت انزل اتمشى على الميه لان انا مؤمن صح. وزي ما المسيح مش انا اتمشى يحصل لي ايه؟ اغرق. لكن لو المسيح قال لي امشي على الميه هو هيعمل ايه؟ هيديني القدره اني امشي على الميه. فاهم الفرق بين الاثنين؟ يبقى ساعتها وانا ماشي على الميه دي قدراتي ولا دي قدراته؟ قدراته. لان المحدود يعمل حاجات ايه والغير محدود يعمل ايه؟ لو المحدود عمل حاجات غير محدوده تبقى المعادله منطقيه؟ ما تبقاش منطقيه. الايمان منطقي يعني طيب. يعني ينفع انا دلوقتي اخرج واقول انا مآمن يا رب اني هقدر امشي على الميه مثلا ومشيت على الميه مش هنزل؟ هتنزل لان مش هو اللي قال لك صح. فانا مش بقى مش, مش 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 هو اللي قال لي صح كده. لما الابليس قال للمسيح ارمي نفسك من على الهيكل ليرسم الملائكه ليحملوك قال له ايه؟ قال له لا تجرب الرب الهك. انا اثق في الرب ارمي روحي ليه؟ عشان نشوف هيشيلك ولا لا. ما قاليش ارمي روحك لكن انا بقول لك ارمي روحك واحنا هنشيلك. انا بقول لك ارمي روحك صح كده. لو انا ما قلتلكيش ارمي روحك وانا وقفت لوحدي كده ورحت رامي روحي وقلت هم هيجوا يشيلوني صح؟ ابقى انا بجرب الناس. لو طلبتها منه بايمان يعني اطلبها منه بايمان عايز امشي على الميه. ان عايز تمشي على الميه يعني نفسي تمشي على الميه يا رب. ايه يعني مش عارف يعني حاجه غريبه جدا يعني نفسي تمشي على الميه. كويس. اذا طلبتها منه بايمان وما ردش عليا امشي ولا لما يقول لي؟ بطرس قال له ايه؟ قال له ان كنت انت هو فمرني ان اتي علي اليك. عمل اللي انت قلت عليه. فقال له ايه؟ رد عليا. رد عليا. روح. قال له تعالى. قال له تعالى. فنزل ومشي. لو ما قالوش تعالى ونزل هيمشي؟ طب ما هو فانت طلبت بإيمان هو رد قال لك حبيبي ملهاش لازمة ممكن تتمشى حوالين المية. ليه عايز تتمشى على المية؟ عايز اتمنظر يا رب كده والناس يعني لا احنا مش بنتمنظر بالإيمان احنا بنعيش بالإيمان. فمين فرق الاثنين؟ احنا بنعيش. طب ما هو قال لو عندكم إيمان مثل حبة خردل تقول لجبل قوم ان هنا لهنا يقوم عادي. كويس قوي. لو عندي ايمان ان انقل الجبل هنقل الجبل. تمام. كويس. امشي انقل الجبال انا للناس اللي ساكنه عليها. طب دي معناها ايه؟ ولا اذا دعت الحاجه ولا اذا دعت الحاجه والضروره اني انقل الجبل انقله زي جبل المقطم لما اتنقل مظبوط كان في احتياج يا تنقل الجبل المقطم يا هتبع المسيحيين. ربنا نقل الجبل لما الحاكم بأمر الله وقف وقال يا تنقلوا الجبل يا المسيحيين هيتذبحوا. ربنا نقل الجبل. الله الغير محدود يصنع أمور غير محدودة عند الضرورة مش كده؟ ويستخدمنا إننا نعملها. لكن لو إحنا ماشيين بقى نعمل كده نبقى إحنا ديفيد كوبرفيلد مش كده؟ يعني ماشيين نبهر الناس. لا الإيمان بيحيا مش بيه بتفسح وامشي على الميه. ارجو الفرق يكون واضح هنا. سؤال اخير عشان وقتنا. سؤال اخير عشان وقتنا. طب انا هسال سؤال تعليق وسؤال يعني. اتفضل. لو انا مثلا واثق زي ما حضرتك قلت الايمان ده حاجه مهمه ولازم ان انا اثق فيه واصدق فيه عشان خاطر انا اقبله. بس لو ايماني في حاجات شويه مهزوزه ايه العلاج او ايه الطريقه اللي انا اعملها او ايه الحاجات اللي ايماني في حاجات مهزوزه ولا ايماني هو اللي مهزوز؟ مهزوز. تاني ما هو ده سؤال جميل قوي انا مبسوط منك. ايماني في حاجات مهزوزه احنا ايماننا في حاجات ولا في شخص؟ شخص. احنا مرات بنصدق في حاجات ولان الحاجات مهزوزه بيبقى ايماننا ايه؟ لان انا مؤمن في حاجه. لو انا ايماني في شخص هيبقى غير ايماني في حاجه. لو انا ايماني في ربنا ايماني فيه مهزوز. كويس. هنجاوب عليه منين اجيب الايمان جاي.
هجاوب عليه. لكن لو النص الاولاني هو ده اللي بتسال عليه، بقول ما هو ده اللي بيخلينا مش فاهمين الايمان، لان بنؤمن باشياء، بنؤمن بمواعيد ربنا وعدنا بيها، مش بنؤمن بيه هو. فده اللي بيخلي ايماننا مهزوز، لاننا بنؤمن بحاجات مهزوزه. ايماننا المسيحي ايمان في شخص الله الذي لا يتزعزع، عشان كده سهل اصدق. سهل، كان سهل انه يصدقوا ان الناس يشيلوهم، مظبوط؟ لا لا، ده لو ما شالوهمش يا جماعه انتوا مش متصورين هيحصل ايه، هنطلع المستشفى، مش ارتجاج في المخ، لا كسر في قاع الجمجمه، مش هزار. واخدين بالكم اللي احنا لعبناه؟ احنا لعبنا اللعبه دي عشان نجسد الحقيقه دي. الايمان سهل لو وثقت في شخص يستحق الثقه، والايمان مستحيل لو بثق في شخص لا يستحق الثقه. عزيزي المشاهد، أشكرك عشان متابعتك لينا مدرسة المسيح. أرجو إن اللي بنقوله ده يتحفر في أعماقنا عشان نعرف نعيش ونمارس العلاقة الحقيقية مع الله. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح، ربنا معكم ويبارككم. أمين. مدرسة المسيح. عزيزي المشاهد، في ختام حلقتنا برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع. عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت، تحل الامتحانات الموجودة وتبعت لنا الاسئلة اللي انت مش فاهمها. انا عارف ان المدرسة دي بتثير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك، واحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك. امين.